الجيل، وهذا الحلم كان معلقا منذ روزفلت وحتى الآن. أتعتقد أنه كان يعني بسهولة بمكان، هل هي نقطة إيجابية في تاريخ الرئيس أوباما قد تقدم له ربما فرصا لكي يعبر إلى فترة رئاسية أخرى برغم كل المعوقات السائدة الآن من في إشارة إلى الأزمة السياسية المتواجدة ما بين تل أبيب وواشنطن؟ بالبداية نستطيع أن نعتبر أن هذا المشروع، مشروع قانون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن الأشياء التي راهن عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بداية انطلاق حملته الانتخابية التي كانت تحمل التغيير change. وبالتالي كان موضوع إصلاح الرعاية الصحية نصب عين الرئيس الأمريكي باراك أوباما. لكن هذا المشروع حقيقة هو مشروع نستطيع أن نقول عنه بأنه مشروع تاريخي، يسمونه في الولايات المتحدة الأمريكية مشروع من تنمية روزفلت إلى بيل كلينتون، أي مشروع أخذ الكثير الكثير من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إن على مستوى القيادة أو على مستوى الشعب الأمريكي، واجه الكثير من الصعوبات خصوصا في فترة الرئيس الأمريكي ليندون جونسون في عام 1965، حيث كان من الممكن إقراره لكن كان هناك نوع من الرفض من قبل الجمهوريين. كانوا دائما الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية هم السباقون في طرح هذا المشروع على القيادة الأمريكية ممثلة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أي ما يعرف بالكونغرس الأمريكي، لكن الرفض كان دائما يأتي من قبل الجمهوريين. ما سألتني حضرتك عنه قبل قليل أن هل هذا المشروع يسمح لأوباما فترة رئاسية قادمة؟ لا نستطيع بيان كل المعارضة. نعم، لا نستطيع أن نجزم أن هذا المشروع قد يفتح الطريق ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما. فالعقبات التي تواجه هذا المشروع كثيرة، وقد نصادفها خلال 5 أشهر على مقربة من موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر تشرين الثاني، الذي قد توعد الجمهوريين بوعد هذا المشروع على لسان حاكم ولاية فلوريدا بيل مالكوم، وكذلك على لسان العديد من المسؤولين الأمريكيين. لكن هذا المشروع قد يفتح للرئيس أوباما في السير نحو القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. ففترة الرئيس أوباما خلال عام وصفت من قبل العديد من المراقبين ومن العديد من المراكز الاستطلاع والدراسات الأمريكية أنها كانت فترة من الجمود، فترة من عدم فعل أشياء كان من المتوقع حصولها على